السؤال بعديه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامه الى من جر ازاره بطرا. نعم، كلمه بطرا ماذا تسمى عند علماء الاصول؟ الاستدلال بها ماذا تسمى عند علماء الاصول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من يعرف ماذا تسمى هذا الاستدلال عند علماء الأصول؟ الاستدلال على شيء بعيد فيه تحريم. هذا ما يسمى عند علماء الأصول بالقيد التشريعي ولا القيد البياني. هذا يسمى قيدا بيانيا، أي حال من يجر إزاره أن مآله أن يجره بطرا. وإلا لو كان تشريعيا فمفهوم المخالفة أن من جره ليس ببطر لجائز، ومع ذلك هذا الاستدلال لا يقبل لسببين. هناك من يستدل أن من جر ثوبه بطرا، يقول مفهوم المخالفة أن من جر ثوبه ليس ببطر فلا حرج. فما هو الرد عليه؟ ما هو الرد عليه؟ واحد، نعم، أولا خالف ما هو أقوى منه من الدلالات. ما زاد عن الكعبين فهو في النار، وتلك عبارة نص، وهذه مفهوم مخالفة. اثنين، هذا القيد قيد بياني، أن هذا القيد قيد بياني، وحجة مفهوم المخالفة من شروطه أن يكون قيدا تشريعيا. وأصل مفهوم المخالفة عند علماء الحنفية ليس بحجة، وإنما هو حجة عند الجمهور بشرطين. اكتب يا عمو، أعطيه قلم. فمفهوم المخالفة حجة عند الجمهور بشرطين. واحد، ذكرنا هذا مرارا. واحد، لا يكون من الدلالات ما هو أقوى منه. ألا يكون من الدلالات ما هو أقوى منه إيش؟ يخالفه. كمل. يخالفه. اثنين، أن يكون القيد تشريعيا وليس بيانيا. الآن ذكرتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله.